ست روح لحق لحق امسك. والله زلمة والله انك ابضاي. طبعا هاي زواج الاثنين ولك ايش مستحي افتح راسك. هاي زواج الاثنين لعيون الشباب الطيبة، بكرة ان شاء الله بنصور لكم اياهن اوضح بوضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني وحبايبنا، يوم جديد 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 كش جديد. طبعا كشينا هذيك ومشيت الحمد لله، هو شرقي طلعت لفوق جهة لفوق لها تقريبا يعني غايبة بحدود ربع ساعة تونا فتحنا عليها، بس ما كنا كنا بدناش نصور بصراحة يا اخوان، لأنه التفاعل عندي الايام هاي سيء 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 للغاية، فبدنا دعمكم لعيون النغل المزيون فرخنا وحبيبنا، ودنا شو ودنا لايك لايك واشتراك، خلينا نوصل اكبر عدد ممكن من الاشتراكات. طبعا هاي الفراخ وما فراخ اغلبها تجرودت، يعني ان فتره غايبين عنكم نت والله ما في ما في ما في، بلكي ان شاء الله ترجع محمل الفراخ الحمام قال الفراخ رافعين العلم، وهي خشتها لاجي يقولوا انت بتكذب يا ابو هذا صاير تكذب. الحمد لله الله يبعدنا عن الكذب كله. هاي خشت القوية الحمد لله قالبت شوي هيك، الهواء شرق زي ما انتم شايفين، الهواء بقلب لورا، لما يكون لجاي الهواء بكون ايش غربي، لما يكون هيك بكون شرقي، وهاي رايح الحمد لله. يوم اخر طرفه شفتها من هون لما تنطيني ظهره هون بعرف انه خلاص ما في ما في امل، الحمد لله رب العالمين. هاي السماء كاملة شوفت عينكم ما في اي اشي، طعمين الطواير وبدنا نحط لها مي هسه احنا وياكم. طبعا مريح الطواير في اشي بدي ابيعه منها واشي بدي اريحه وارجع ازقه واشي بدنا نعطي للشباب. شوف ميتات من عطش الطواير، شوف الشفرة طلعت برا، يلا فوتي فوتي يا حبيبتي فوتي. طبعا بطعميهن وجبة باليوم يعني باعتبار زي عشاء. طبعا هذول الطوائف جبت لهم شوال قمح لحالهم، طبعا هاي الطيره مش لي بنت هومرات نرجعها لصاحبنا. هون في جوزين محن فراخ ما شاء الله، هاي فراخ اليهوديات فرخين الحمد لله طلعنا منه المره هاي، وهذا الفرخ ابن الهومر الاصفر خلنا هذا الضوء، هاي ابن الهومر الاصفر عن نغله حلو طاير يعني مليح كويس كويس ممتاز. وهي جوز المسويد طلعنا منه فرخ الحمد لله رب العالمين، فرخين الحمد لله يعني الواحد مش لازم يقول فرخ وفرخين يعني بنسى وين المفتاح اصلا والله ماني عارف. هي خلينا نفوت نشوف الفرخين الحمد لله رب العالمين، في واحد راح يطلع مرقع بس راح يطلع البياض فيه اكثر من الحمار. طبعا هذا المصري فرجيناكم اياه بالحلقه الاسبق، انا بحكي بالاق وبالاك يا اخوان، اوعى تفكروا اني بنقره يعني بحكي بالاتش بس، لا بحكي جميع اللغات يعني الحمد لله. هاي الفرخ شايفينه يا اخوان، بس اتوقع شايفين كيف في بياض راح يفك هذا يعني راح يصير ابيض من هيك. سود الله قصدي حمر الله وجهك يا ابني، ياك يبقى احمر ولك الحمد لله رب العالمين. والحمام لسه ما لهاش بينه، ان شاء الله تكون خالطه ويكون في صيد ما ينصاد لنا يعني. اول مشوار إلها من بعد البروك، هاي الحمام اول مشوار إلها من بعد البروك. بسم الله كبينا الفرخ وينك يا حبيبتي وينك وينك. ها هاي غصاب العرقان رن علينا معناته خلط الحمام، خلينا نرد عليه ونشوف. طبعا يا اخواني جتنا اخبارنا خلطت، وهاي ها صلاتك يا نبي، هاي فيها طير بفلت خلطة محملة والله ما بعرف اذا محملة ولا لا، الا ولا احنا ايش من حاططش الا لما يقيم الصلاة مش جايتني اصلا، بس خلنا اتأكد انه الاسود الصيد معها ولا مش معها، رجعت عدلت وراحت ولك يا معودي تاخي نشوف شو فيكي. اخلط هون هيك هناك الخليط هو المنطقة هذيك تشوط قاعد خلها تشوط لسه ظل لها اقل شي ربع ساعة لما يأذن. هاي هاي هاي
اتوقع انها محمله عشان في شيء بيسحبها لفوق جهه الخليط. هوا شرقي ثقيل. هاي 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 والله محمله شكلها كثراني. صلاه النبي فيها طير ابيض بفلت. خلطت بقول لي خلطت مرتين، فاتت بالحمام جاره طلعت رجعت خلطت، رجعت راحت شمطت مشوار ردت رجعت خلطت مشوار ظلت جاي علي. بقول لي على ما اتوقع انها محمل ومنشوف شو الصح. وهاي ابو علي برن، ابو علي حط لايك، ابو علي زمان ما قلنا لك حط لايك. رجعت طلعت لفوق يا اخوان، يعني بتسلم الصيد اللي معها وترد تجي لي، يعني اللي محمليته بترجعه وترجع ما بزبط، يعني صح بتواجب اللي بتاخذه بترجعه. زي صاحبها اللي بنصيده بنرجعه، هي لا اللي بتقطعه بترجعه. طبعا تثقيل ما تثقيل ما عنديش، بثقلش هسه بالحمام هاي، شنو اذا بثقل لها وبطلع لها طير بكسرها. خليها تمسك برمه، هي بتمسك لحالها برمه وبتحط. هاي غابه الشمس، يعني هذا شو اسمه ضو الشمس، هي غايب الشمس ولسه. رجعت ضربة مشط لفوق، الله أعلم ترد ترجع محملة ولا تفرغ وتيجي، والله ما بتدري. بس يا أخوان أول مشوار إلها برفع الرأس، بدنا نشوف كمان انقطع لنا شي ما انقطع لنا. الشاب صاحبنا غصاب بيقول لي في أسود بفلت وبطلع فيها فوق، هو نفسه الأسود هذا صدناه. أتوقع أنه تركها وترك الخليط وظلوا طالع فوق لحاله. إذا رجع معها أمورنا بالسليم، ما رجعش معها معناته وصل أصحابه، وصل أصحابه والله يطرح ببركة لأصحابه. بس ترجع تبين إن شاء الله إيش، نرجع منصور لكم. خلينا نتبع، لازمنا منظار والله. يعني أنا لو إنه بكش هون بكشف المنطقة فوق، بس هون إيش زي بجورة جاي، مش كاشف شيء. ما يكون الهواء شرقي زي ما أنتم شايفين ولا بكشف شيء. وبالشتوية يعني احنا عارفين مربيين وعارفين انه اغلب الهواء بالشتوية شرقي، اذا بيقلب غربي بيكون فيه اشتة، ولما يقلب غربي ما بيكون فيه كش، يعني اشتة بتكون الدنيا. وهي بتعرعر بعدها، قالها تاخذ مجدها. هسه فتح الطريق خلاص يا اخوان، هسه عيات بتقول لك انا هيك جهزت، هيك تلينت، هيك مشيت، وهيك اموري تمام. يعني اول يعني تقريبا 15 يوم ما تحركتش من فوق الدار، وهذا الاشي بسطني، يعني كنت كاسرها جوا. شبعتها شوي، شفتها جهزت صارت تمسك مظبوط، شبعتها وقلت لها يلا روحي، ومرأة وردت هي قالت يلا السلام عليكم، بس ان شاء الله ما نضرب لنا شيء منها. شنو قد ما تكون قوية وهي فراخ وزقيت منها وهاي بالله ما تصفي منها، الا ما الطير يلدع اشي فرمت اشي. سبحان الله، يعني اول العام كنت اكش كل الابضايات بركتهن، طلع عندي فيها كم واحد فسحلن، مخن ضرب، يعني عند جيراني كانوا حطن من القويها. فسبحان الله الطير من سنه لسنه بتغير، اللي بتعب جسديا اللي بتعب عقليا، فبتدريش. الحمد لله احنا مصفيين القويات وخلطنا فيهم بالحاره، امورهم تمام وقويات، فيش بنقطع منهن، واللي بنقطع بيطلع، يعني مش بالربط عليه بيطلع. وان شاء الله خير، احنا مربيينها عشان ننبسط، ان شاء الله ما نتنكد. واللي بده يروح بيوفر علفه عادي واقل من عادي، زي ما احنا بنتمنى نصيد وبنقول ان شاء الله نصيد، يعني بده ينصاد لنا كمان، لكن ان شاء الله نصيد وما ينصاد لنا ونرجع لاصحابها. ما بدناش ان نبيع ونجيب ذره، ولا بدنا نبيع ونحط بجيابنا. الحمد لله ربنا رازق الحمامات من عنده. يعني لسه شايفين رجعت ما اخذت مشط لفوق، رجعت دقت، اتوقع انها رجعت خلطت، لانه في تقريبا 2 كيلو بينه وبين الشب، فبتخلط تخلط وبتطلع تخلط تطلع. بس انا مش معودها انها تخلط تيجي تحط، لا معودها انها عادي تخلط ما تخلط تظلها طايره مطيارها، بظني ماسك عليها. يعني لو اعلمها انها تخلط تجيني بصيد باليوم 4، يعني مش همنا الصيد احنا كل اشي، يعني لو هم الصيد بصير خلص خلطت بس تيجي على المحطات طوالي هيك بستفيد، يعني بسيط، بس مش همنا الصيد، يعني همنا تعبي راسنا وتعبي راسها هي ما تكسرش. بس ولايك لكش الشمال احلى معلم. اخوان راحت
فرغت ورجعت ناقصة، أنا متأكد حاسة قلت. خلينا نشوف شو اللي انقطع. هسا وصلت فيها طير كأنه. فيها زي الزواجل، فيها واحد زي الزواجل او اثنين الله اعلم، بس مقطولي مقطولي بحدود الخمس انا، بس برجع برجع ان شاء الله. طلعت بوجهها، خلنا تكون مش حمامي هاي. ظلت بوجهها خالطة، شايفين ناقصة، بس كله برجع ان شاء الله، ان شاء الله كله برجع. فيها واحد زي الزواجل. هاي برن علي الشب. طبعا يا اخوان كان مقطوع الصيد وروح، ولكن مقطوع لي وانا قاطع في معي زاجل، زاجل ازرق، في معي زاجل ازرق، ولكن مقطوع لي ترى بحدود ثلاثة اربعة. حمام ناقصة، بخليها. خلينا نشوف شو اللي نشوا علينا. لسه بتطلع بتسحب لفوق قاعد الحمام. هاي هاي شايفين في طير وراها بفلت. الزاجل هون، زاجل ازرق، الصيد انقطع وروح رجع الاسود. ويلي كيف فركت، الله كان لسه مش مبينات. انا خايف على الزرزور، مقطوع الزرزور الكبير اللي فل ورجع لي، خايف ينضرب والله الصراحة، يعني خايف انه ينضرب. شايفه مقطوع ابنه مش مقطوع، هو الوحيد يعني، هو الاسود هن الاثنين غرب، الباقي كلهن ايش فراخنا. خلنا نتأكد انه بس هو قاطعين. هاي شايفين كيف بيسبق على الحمام، بركض ركاض. زاجل، زاجل ازرق، لا والله اثنين قاطع، اثنين زواجل معاي، اثنين زواجل مش واحد، واحد ازرق وواحد ازرق وابيض. خليها تهدى الحمام قبل ما نشوف شو اللي بده يروح كمان ونرجع لكم. هاي بلش يقيم يقرا قران. طبعا اخر الانتاجيات، معانا اثنين مقطعنا اربعة. طبعا اجت ورا كنا قاطعين خمسة، اربعة ولا واحد واثقين فيه، ولا واحد واثق فيهن والله اللي انقطعن. في جزء الزاجل الازرق هذا العالي اللي روح بجوز يطلع. في أنا خايف على اللي كان مطقوع، شو اسمه اللي ضرب بالماسورة، مش شايفه إذا هاي. شايفين الاثنين قويات يعني، مش هنا هبايل، قويات. والله قويات، تصربع الحمام اليوم. شو باقي نخبط لها؟ هذا النظام. أصلا إن شاء الله برجع عن هضلاك، برجع أنا برجع عن قطعات إنا كمان. مروس الازرق ها، اثنين مروسين، اثنين عرفات بعض. ها شايفين اللي بأخرن هذول، بس في واحد مخسر ريش تحطت فيهن، خايف يطلع انتهى. خليني شوي شايف الازرق نزل الجريب، تعال بلعب بالخلاخيل. خلينا نقيم العلم عشان تهدى الحمام. عينهن برا والله، عينهن على جهة صاحبهن، بس المشكلة ان العين خوف لو واحد بس تطقع، بس اثنين بقى. اثنين بشدن بعض. خليه ماسك عليهن شوي، امسكهن عليهن شوي. شايفين الازرق تعب ابا، شايف كيف بلش ينزل اجريه؟ بلعب بالخلاخيل من الاجريه. لا والله تعب، المريوش تعب، اما الازرق قوي. الازرق شايف شايف كيف شاد بدايه من المريوش، تعب، شايف كيف نزل جريه للمريوش. شو الهوى؟ شرقي ماسك برمه صح.
اه ماشي صح هيك. جيب فيهن تحطط فيهن اطفي هذا عشان ما يخافنش الحمام. اسمع بلاش كوينا قويز نحشر حالنا شوي. الله اكبر الله اكبر عزة لله. طبعا ماسكين عليها وضيقنا. بدي الحمام تاعتي كمان تتعب عشان تحط محط عدل. انا يعني شايفهن لبدن على البرمة. وحماماتنا لسه مش مبينات. خالطين زواجل. اه زواجل خالطين. المريوش ترى اضمن المريوش. شو الهلا؟ مدلج ليه؟ بس اهم شيء ما يفسدني. زواجل يعني عيب تفسدن. نفس الراحة. تبع عليه نشوف كيف لبدن. لبدن لبدن. بس إذا بتطلع من البر ما راح يطلع أنت تعب. لا لا. شو البر؟ تعي تعي تعي. لازم أول ما تحط الحمام تعطيه حكي على لا لازم شو طعميها وهي تعبانة. مشكلة والله معود حمامي انها تمسك مظبوط. حط لك ذرة حط لك ذرة جهز جهز. طب جهز شوية ذرة يا رجل. زواجل اه زواجل. هاي حط 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 حطن وقتنهن طلع حماتنا سحر مني حطن حطن. هاي الاثنين بزر بزر بقومن بقومن. واحد برفعه زاجل برفعه الثاني زاجل ازرق يقوم الازرق ترى. هيا نروح عن ثلاثة علي تجي ثلاث ثلاث شايفن. هيا الزرزور روح تعي 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 تنقوم من هيا شايفن على الزاوية. الزاجل اياه اللي بلجيك اياه هذول راح يوعنهن هذول بس يحطن. الزاجل اللي مطقوع بال بلجيك مطرون. هذا غلطة مني انضرب. يقوم الزاجل الزاجل مرة صدناه لا ده لا لا رفعه وينه نزل لا لا. هي اثنين مزويات هاي بتحكحكن نكوش بدهن يقومن. لا 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 نضرب بالبن واحد. ها دقيقة هيك بتجيبهن اشتغل. نزل نزل قد ما تقدر. تعال هاي قام قام ست روح لحق لحق امسك. والله زلمة والله انك ابضاي. امسك 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 كل هاي هاي بواحد وهي الثانية هسه بتجيبه. لا شد سو سد زاجل برفعة. زاجل برفعة والله زاجل برفعة مختوم كمان. اخوان بدنا نمسك على هذا شوي عشان انه ضربنا قدامه يعني ضربنا اخوه قدامه. طبعا ضرب لنا واحد احنا مبدئيا هذا اللي عارفينه. هاي بفلت الزاجل خلينا نعتم عليه شوي. قوي حزيها اياه هذا سحل ترى بيطلع طلع.
لا لا هسه بحط ان شاء الله. حط بحط حط، تعب تعب. طلع راح؟ لا لا بدي يطلع. تعي تعي تعي، وكذاك تلحق له. شد على الحبال، شد عليها شوي. مش راضي يربط، خليه خليه شوي بيش يسلم حاله. المشكلة من طياتني وجهين، يعني اثنين ما بيجن معي. ما عليك. ايوه جاي جاي جاي. لازم ارفعها هاي يا رجل. شفته جاي؟ لا جاي. هيو هيو جاي جاي جاي. ما هو الحمام على البر ما بدوش يسلم حاله. وين؟ هيو جاي 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 جاي. طلع لو لف بنضرب. طلع طلع، لف 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 لف. بلف، بده لف. انت لو تعلي لي اياها الحمام بس يا علي، ضرب لك عليها اشي. شفته لاف؟ انا ما ادريش اذا عدل وراح بوجهه. شكله راح. قام يا زلمه، انا عارف. لا طبعا هذا صيدنا لليوم مبدئيا، يعني زاجل برفعه. هات خلنا نصوره على الضوء، نبلك بعدين. طبعا حطن اثنين روح واحد. قام يعني عشان الحمامات تاعتنا روحن وعنه وفز. الخير بالجايات ان شاء الله. حبش اضرب حمامي انا والله يا اخوان، حبش اضرب حمامي. يعني لو بضربت حمامي بجيبهن الاثنين، بس اخلع لي جنح واحد عشان زاجل اقلع. رد رجع يا اخوان الزاجل، والله ما عارف يروح. كل زواجل قال يفتح. طلع لك طير. بدنا نطلع يعني بلجيك ينضرب لنا مبدئيا، يعني هيك اللي فاقدينه احنا. بدريش اذا ضرب غلطه مني. اه اول مره من رد واحد للحمام طلعه. تعال يا حبيبي هون. جاد والله ناقص السطح ترى، ناقص وقت جاي يحط بقى لحاله. لا يا زلمه والقران انا تخاف صدناه. لا مش شو هو، صدقني ما هو. هاي المكبي. لا مو فلمة. تعي تعي، حط حط لحاله، حط لحاله. لا طير حمام ما بيفسد هون. ما هو عاد زواجنا عاد هسه. احنا مش زواج زواجل. لازم عند العلف هو. عندك العلف؟ لازم عندك العلف. تعي 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 تعي. وكي علف بدوان حاط العلف يا زلمة. كان بده يحط والله، بس الحمام زلقته. لدد بده يحط لحاله. طلع معه مش عارف شو هذا طلع معه. شنو باقيين تطعيم ثلاثة احنا؟ لا لا. اه يا زلمة. لازم هذا الزاجل تاعنا الأحلس ابن الكشامري. اسمع لي قوم له.
قوم له خلاص تحط فيها محط عدل. مش عارف اقوم يقول لك ايه. كشله كم واحدة. كشله كم واحدة بس. بسرعة. بس بس. تعال. جيب جيب دلو العلف، جيب دلو العلف. والله كان بده يحط قبلها بس الحمام ده فرته. مبدئيا انت تعال هون بس اطلعك بيدي. خالط فيها ولا كيف؟ هاي بفلت. نقز من لا ولا نقز ولا عباله. ولا نقز ولا عباله. طلع؟ والله ما كسر على السطح ترى. وين راح؟ هيو يا زلمة. والله شفته حاط قسما بالله. بس الحمام ما حطتش فيه مليح. بعده رابط. اسمع علي تعال تعال هون تعال. تعال عندي. قامت الحمام كله. اطفي الضوء. خلنا نطفي الضوء. هسه لبد. خنحطط يا اخوان ونرجع لكم. وفيها مش فيها والله. تعي 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 تعي. فيها فيها لبد. هاي رجع حط يا اخوان ها. على نفس الزاوية. حنطفي الضوء. حطيت قضيت الضوء بس عشان الحمام ايش؟ دقيقة شوي دقيقة. ارمي لك حبة علف. اسمع لي روح غاد وارمي لك حبة. ريح يقوم ترى. وبس لو يتحرك بشده، هيك بجيش ماي. هات هات علف. تحت تحت. تحت تحت تحت. نزول ما راح ينزل. ما راح ينزل ما راح ينزل. تحت. لا 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 لا. تحت. جيعان الطير. اسمع علي بس نقويس. روح بالعقل ارمي لك حبه على الرفصه. بس خليه يلف وجهه. راح تقع المقاصير. لو يلف وجهه بس عادي يضربه. لا لا بتجيبهوش. ما بحبس معك ما بحبس. هو هسه ترمي حبه على فوق بفز. بحبس بحبس معنا بحبس. تح تح تح. طفي الضوء يا عبالي طفي الضوء. شو بدي اطفي الضوء هسه؟ طيرش طيرش. تح 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 تح. هات لك هات لك شوية علف. بدك زيت على الرفصة؟ لا لف من ورا. تح تح. هي لو طير يطلع له يكرش ولا غاد شوي. نكويز. تح تح تح. اسمع لي وهرمي لك بالعقل شوية علف. خايف ينقص من هاي بدي منزلش 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 منزلش. الطير منطيك ظهره. سلم سلم خليه خليه بينزل 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 بينزل. بده يبيت. سلم الطير الطير دار ما اعرف شرو. تعي لو بيطلع كمان شوي لقدام. شوف اذا نزل خلص نحبس. ايوه بكره شكر شكر رد بكره شو لغاد. تجيبه تجيبه 100% جايبه انت صح؟ مالك زجوني مالك يا زوجل يا زوجل مالك يا زوجل. في شيء فز من الزق. امسك التلفون امسك امسك التلفون. طبعا هاي زواج الاثنين ولك ايش مستحي افتح راسك. هاي زواج الاثنين لعيون الشباب الطيبه. بكره ان شاء الله بنصور لكم اياهن اوضح بوضح.